Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pencinta Al-Quran. Semoga perkongsian kita pada kali ini memberi manfaat kepada semua dan juga memberi kemudahan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan lancar insya-Allah. Barakallahu fiik. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم <مثال> ما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ <سؤال> ۖ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۖ أو كصيب من السماء فيه ظلمات فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين Baik alhamdulillah selesai sudah perkongsian kita dalam sesi tadarus. Mudah-mudahan ianya membantu kalian semua untuk baca Al-Quran dengan lancar. Kita tutup dulu dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.